السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب معهد الصف الأزهري لغات، طلاب الصف الأول الابتدائي. معاكم اسمي ميرا عصام، معلمة اللغة العربية. النهاردة هناخد درس جديد اسمه المد بالياء. احنا خدنا المد بالألف قبل كده، النهاردة هناخد ايه؟ المد بالياء. امتزاجها بأنشودة بيقول لي فيها ايه؟ أنا حرف الياء مثل الببغاء، بحب حروف الكسرة، أول ما ألاقيها أجري وأمسك فيها وأنزل بيها لتحت. طيب المد بالياء ده ليه شروط؟ ايه هي الشروط دي؟ ان هو مش بيجي في بدايه الكلمه خالص، امال بيجي فين؟ بيجي يا اما في وسط الكلمه، يا اما ايه؟ يا اما في اخر الكلمه. طب زي ايه؟ عندي مثلا في وسط الكلمه زي كلمه عصير، اهو المد بالياء اهو. طب وفي اخر الكلمه زي مثلا كلمه امي. طيب عندي تاني شرط بيقول لي ان هو مش ايه؟ مش بيجي فوقيه همزه ولا بيجي فوقيه اي حركه زي مثلا فتحه او كسره او ضمه، بيجي مش عليه حاجه خالص. تالت شرط معايا بيقول لي الحرف اللي قبله بيكون مقصوم وبيسمى ايه؟ بيسمى الممدود. يبقى الحرف اللي قبل المد بالياء بيكون تحت كسره ويسمى الممدود. طب ناخد امثله على الكلام ده، زي كلمه حزين فيها مد بايه؟ فيها مد بالياء. طب الحرف الممدود فين؟ اللي قبليه على طول اللي هو حرف الزاي. عندي كلمه حرير فيها مد بايه؟ فيها مد بالياء. طب والممدود فين؟ اللي قبليه على طول اللي هو حرف الراء. طيب نخش كده على اللي بعده، نحل الامثله دي. بيقول لي استخرج المد والممدود من الكلمات الاتيه. اول كلمه عندي كلمه فيل، فيل فيها مد بايه؟ فيها مد بالياء. طيب وفين الممدود؟ اللي هو الحرف اللي قبليه وبيبقى تحتيه كسره اللي هو هنا الفاء. طيب عصير مد بالياء برضو. طب الممدود فين؟ اللي هو قبليه على طول وبيكون تحتيه كسره اللي هو حرف الصاد. الكلمه الثالثه معايا كلمه تين. طب تين فيها مد بايه؟ فيها مد بالياء. طب والحرف الممدود فين؟ الحرف اللي قبله تاء. طيب اخر كلمه معايا نحيف، فيها مد بالياء. طب الحرف الممدود فين؟ اللي هو قبله على طول وتحتيه كسره اهو اللي هو حرف الحاء. كده كنا هنا درسنا، يا رب يكون فهمنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.